اطبخي ابيات الشعر والقصايد واعتلي بين السحايب والثريا وفخريد امر قصيده لابو خالد بارك له يا البيوت الشاعريه. شال اهداء من الدكتوره بيان الكثيري الى ابوها محمد بن راشد الكثيري ابو خالد بمناسبه التقاعد بعد خدمه 40 سنة. اطنخي ابيات شعري والقصايد واعتلي بين السحايب والثريا وافخري دم القصيده لابو خالد وبارك له يا البيوت الشاعريه وبارك له يا البيوت الشاعريه. اطنخي ابيات شعري والقصايد واعتلي بين السحايب والثريا وافخري دم القصيده لابو خالد بارك له يا البيوت الشاعريه. الف مبروك الف مبروك التقاعد يا محمد والتهاني لك هديه يا محمد والتهاني لك هديه بتقاعدك فخرنا بك تزايد رسلنا بك طاولت نجم الثريا اشهد انك يا محمد بن راشد قد وصلت على المراتب العليه بعد خدمه 40 سنة وزايد ضمن الدوله سجل وشاهد لك مسيرة حافلة ما هي خفية والإنجازات الكبيرة لك عوايد والتميز والتفاني بك سجية والتميز والتفاني بك سجية وأهلك وربعك فخرهم فيك زايد يفتخر فيك الوطن والداخلية يا محمد يلي طيبك طيب واجد الكريم اللي كفوفك حاتمية راعي الوفات في وقت الشدايد فيك عز وهيبة وطنخة وحمية بس اطبخي ابيات شعري والقصايد واعتلي بين السحايب والثريا وافخري دم القصيده لابو خالد بارك له يا البيوت الشاعريه. الف مبروك الف مبروك التقاعد يا محمد والتهاني لك هديه يا محمد والتهاني لك هديه بتقاعدك فخرنا بك تزايد رسلنا بك طاولت نجم الثريا اشهد انك يا محمد بن راشد قد وصلت على سنة وزايد ضمن الدولة قبلها بالداخلية ضمن الدولة قبلها بالداخلية والمرتبة الثانية 10 يا ابو خالد التهم فعلك وما جاتك عطية يا كثير فعلك مسجل وشاهد لك مسيرة حافلة ما هي خفية والإنجازات الكبيرة لك عوايد والتميز والتفاني بك سجية والتميز والتفاني بك سجية وأهلك وربعك فخرهم فيك زايد في استوديوهات رنين.